شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الذكرى 30 للسنة الدولية للأسرة. واستعرضت في كلمتها السياسات والتدابير التي تتخذها مصر في مجال التنمية البشرية وحماية الأسرة، وأكدت مايا مرسي على ضرورة تحسين حماية الأسرة، وأن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي سواء في مصر أو العالم العربي.